السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. كتير بتجينا على القناة اسئلة، ايه افضل السلالات لتربية البط؟ يعني لما تيجي تربي بط في المنزل او تفتح مشروع في المنزل او مش في المنزل، في اي مزرعة او مكان بتربي فيه وعايز تكسب منه اوزان كبيرة وكده، ففي كل واحد وله التوجه بتاعه، في اللي عايز ياكل منه لنفسه وياكل لحم كده طعمه جميل وحلو، وفي اللي عايز اوزانه وخلاص ويبقى برضو الطعم جميل ومقبول، لكن كل واحد بيبقى له اهتماماته وكل واحد بيبقى له تفضيلاته في التربية، وفي اللي بيحب نوع عن نوع وسلالة عن سلالة. النهاردة جايين نتكلم عن السلالات وهنقول لكم افضل سلالة للمشاريع وافضل السلالات برضو للاكل البيتي، للي طبعا غاوي التربية البيتي والسلالات اللي طعمها احلى ومفيش احلى منها. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. احسن سلالة للبط في التربية في المنزل من حيث اللحم والطعم والانتاج بالنسبة طبعا للتربية المنزلية على السطح بتاعك، فنمرة واحد هنروح للبلدي والسوداني. ليه بقى؟ لان البلدي والسوداني معروف من كل الناس وكل المربيين بيحبوا يربوا البلدي والسوداني في المنزل وياخدوا منهم احلى لحم واطعم لحم وافضل انتاج من حيث الطعم ومن حيث الغذاء ومن حيث ان هم بيبقوا ضامنينه اكتر وشايفينه افيد ليهم وبيستمتعوا باكله اكتر. يعني هو ده المنتشر في القرى المصرية وغير المصرية وفي البيوت عموما، لما الناس بتربي في البيت علشان تاكل بتربي البلدي او السوداني. اللحم بيبقى مش كتير قوي زي السلالات بتاعة المشاريع، لكن الطعم رائع خصوصا لو الاستهلاك منزلي. فاللي بيدور على الطعم والفايدة يروح للسلالات اللي احنا قلنا عليها اللي هي البلدي والسوداني. اما بقى عن المشاريع الكبرى فالامر مختلف تماما. انت لما تيجي تفتح مشروع كبير انت بيبقى هدفك الاول والاخير انك تبيع اوزان اعلى، ما تجيبش 4 كيلو، لا تجيب 5، تجيب 6 كيلو، تجيب 7 كيلو لو تقدر ان شاء الله. لو عايز تجيب 10 كيلو من الدكر وتكبره طبعا ده مستحيل الا في بعض الانواع يعني النادرة، لكن انت عايز تجيب اوزان 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 عشان خاطر تبيع، مش فارق معاك اي حاجة تانية. ومفيش حد هيروح يشتري بط من السوق مثلا كده وهيدور على حاجة بلدي وهيبقى ضامن انها بلدي، صعب. ممكن تشتريها صغيرة وبرضو لازم يبقى عندك خبرة في انتقاء السلالة وانتقاء النوع البلدي او السوداني، لكن لو هتشتري سلالة علشان خاطر تعمل اوزان وتعمل ارباح وتفتح مشروع فالموضوع مختلف تماما. وده مش معناه انك هتجيب سلالة طعمها مش حلو او انك هتجيب سلالة مثلا مش مفيدة في الاكل ومش بتغذي، لا طبعا. هي بترمي اوزان كتيرة جدا، هي طعمها بس اقل شوية في الحلاوة من البلدي والسوداني. وطبعا في سلالات كتيرة قوي بتنفع للتسمين وللمشاريع، لكن احنا النهاردة جايين نرشح لكم افضل سلالة بتدي اوزان اسرع، وده المطلوب علشان المكسب من المشروع. والبط اللي فيه مكسب مش بيحتاج لأي تحصينات، يعني هنوفر مصاريف كتيرة من ناحية توفير الأدوية وتوفير التحصينات، وكمان هتبقى صحته حلوة والنافق قليل جدا لأن هو مناسب لمشاريع التسمين، فمش هيبقى عندك خسائر كبيرة في المشروع بتاعتك. والنوع ده هو المولر، البط المولر هو افضل انواع البط في التسمين، لكن بط المولر بيحتاج بعض التفاصيل وبعض الظروف اللي بتحطه فيها علشان خاطر يتعايش ويكبر. بعيدا عن الظروف الخاصة في ظروف عامة لازم تحط فيها الطائر علشان خاطر تبقى صحته حلوة، لازم توفر له دايما جو نظيف ومهوى ويكون الجو يعني في تهوية كويسة، وخصوصا طبعا في الشتاء لان يعني في ناس في الشتاء بتقفل على الطيور يعني بتخاف من البرد والكحة والطشمة وامراض البرد والتنفسية كلها، فبيقفلوا على الطيور بتاعتهم، فلازم يكون في مدخل للهواء ومخرج للهواء علشان الهواء يتغير دايما علشان غاز الامونيا ما يخنقهمش، واحنا خلاص اهو بنودع الحر وداخلين على البرد فناخد بالنا كويس جدا. وبعد الخريف كمان هندخل على الربيع،
و او هندخل الاول على الشتاء وبعد كده الربيع. فلما ندخل على الشتاء ناخد بالنا كويس جدا من فكرة التقفيل والتهوية علشان خاطر ما نضرش الطيور بتاعتنا. وكمان دلوقتي في الخريف ناخد بالنا من فكرة تغير الجو، من حار في النهار وفي الليل بيبقى شوية برد، فناخد بالنا من كل التفاصيل دي كلها. لو بدأ البرد يبقى قارس، لازم نحافظ على الطيور بتاعتنا. ف المولر بيحتاج لمكان أرضه جافة بعيدة عن الكتمة زي ما قلنا، ومفهوش أي بلل في الفرشة بتاعته، وتكون المية قدامه باستمرار مع الاهتمام بالعلف 23% بروتين. ده دايما اللي بنأكد عليه، العلف ده مهم جدا خصوصا للبط بتاع تسمين المولر. من عمر يوم لعمر 30 هنفضل ماشيين على العلف 23% بروتين، هنلاقي أوزان خرافية في ال 30 يوم دول بس. لكن بعد كده بقى بنخلط العيش المدشوش بنسبة نص، يعني نص عيش مدشوش ونص علف، ونهتم بقى بالخضرة بدءا من الشهر الثاني، نهتم بالخضروات ووضع الخميرة على العلف بشرط عدم وجود اسهالات عندهم اصلا، لان هم لو عندهم اسهالات الخميرة هتزود الاسهالات وهيبقى في مشاكل. واحنا عايزين نحافظ على السوائل والمية في جسم الطائر، والاسهال دايما بيقضي على نسبة المية وبيقللها خالص، فلازم تكون المية قدامهم على طول والمية نظيفة على طول ومستمرة التغيير على طول، بنغيرها علشان نحافظ عليهم من الاسهالات او الامراض المعويه عموما. ولو عندهم بوادر اسهال او اي اسهال نحوش الخميره فورا من العليقه علشان ما نضرهمش باي حاجه. وبتصل اوزان المولر للانثى 3 كيلو وللذكر 6 كيلو، بكده انت مشروعك هينجح وهتجيب ارباح كبيره جدا، ارباح خرافيه. لكن لازم تحافظ على البط من جميع النواحي، النظافه المستمره للمكان، تغيير الفرشه وتنظيف الفرشه المستمر، الميه تكون دايما موجوده وطازة وبتتغير خصوصا في اوقات الحر. في الشتاء برضو يعني تغيرها بس اقل شوية من الحر، في الحر بتحتاج تغيرها علشان بتفسد المية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. لازم تنظف المكان دايما من الزرق وفضلات الاكل، وما تسيبش قدامهم فضلات اكل علشان ما تختلطش بيه الفضلات بتاعتهم وياكلوها ملوثة ويصابوا بأمراض وبكتيريا وأمراض معوية وتنفسية. لازم تحافظ عليهم في فترة الشهر الأول دي وتديهم العلف التمام بكميات معقولة مشبعة علشان خاطر يكبروا، لأن النمو في الفترة دي يعني هو أهم حاجة. لو ما كبروش في أول شهر بعد كده هيعطلوك وهيعملوا مشاكل، ممكن يتصابوا بالتقزم ومشاكل النمو عموما. لازم برضو تبدأ تديهم الخضروات والعيش بعد كده عشان توفر في نسبة العلف، وبكده انت هتقدر تكبر البط بتاعك وهيبقى عندك مشروع ناجح جدا. وزي ما قلنا انت مش بتحتاج تحصينات، لان البط ده اصلا معمول للمشاريع والارباح، فبيوفر لك بقى التحصينات وبيوفر لك كل الحاجات دي. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.